على خطى الإنسانية، يواصل مركز الأورام السرطانية في مدينة عتق والوحيد في محافظة شبوة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية بشكل يومي لمرضى السرطان كافة القادمين من داخل المحافظة وخارجها، على الرغم من شح الإمكانات وقلة الأدوية بالإضافة إلى ضيق المكان وانقطاع الكهرباء التي تعوق عمل المركز في أحيان كثيرة. نحن في المركز الوطني للعلاج الأورام في محافظة شبوة نقدم العديد من الخدمات المجانية لمرضى السرطان، من معاينة وعمل الفحوصات المخبرية وأيضا إعطاء وتحضير العلاج الكيماوي للمرضى، وكلها بشكل مجاني، وإعطاء العلاجات التكميلية للمرضى. طبعا في المركز نعاني من ضيق المكان، وهذا يعني أكبر معوق معانا، وبسبب تزايد عدد الحالات أصبح المركز يتسع للكثير من المرضى. أيضا انقطاعات الكهرباء فيها أحصل بعض الأحيان عندنا انقطاعات الكهرباء في المركز، ولذلك بإذن الله تحت الأمور والنطمح إلى دعم المركز وتوفير العلاجات الكيماوية وتوسعة المركز وبناء مركز جديد بإذن الله. لمواجهة المعاناة النفسية والصحية والمادية لمرضى السرطان الناجم عن الأوضاع المزرية في مجتمع يعاني أغلبه من الفقر وقلة ذات اليد، أنشئ هذا المركز الذي سجلت فيه أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة خلال الفترة القليلة الماضية فقط، أغلبها في وضع متقدم، حيث يوفر لهم الرعاية الصحية بقدر الإمكانات المتاحة مع صرف الجرعات الكيميائية التي يعجز الكثير من المرضى عن شرائها نظرا لارتفاع أسعارها، وأحيانا يضطرون لشرائها من السوق المحلية بأثمان باهظة في حال عجز المركز عن توفيرها. بالنسبة للطاقم الطبي والتمريض قائم بالواجب يعني بأكمل وجه، لكن في نقص يكون بعض الأوقات في الأدوية، بعض الأدوية وينظر المريض أن يشتريها، وقيمتها طبعا قيمة باهظة شوية زادة عليه، بعض الناس ما عنده المقدرة، واللي عنده المقدرة مع المرض هذا طبعا بيكون عنده استنزاف الأموال، لأن المرض ياخذ فترة طويلة. في أدوية طبعا قيمتها باهظة هي المشكلة، هي اللي بتكون نقص فيها، وبينظر الطبيب أنه مثلا أو المريض بينظر أنه يسافر للمكلا أو لصنعاء أو لعدن، بعض الناس ما عنده المقدرة مثلا للروحة أو يتكلف بالروحة للمناطق هذه. رغم جهود مركز الأورام والجمعيات الخيرية في محافظة شبوة فإن معاناة مرضى السرطان ما زالت مستمرة، فالفقر وقلة المشافي في البلاد يحولان دون مواجهة حقيقية، خصوصا مع تزايد حالات الإصابة بأشرس أمراض العصر، وهو ما يضع المسؤولية على الجهات الحكومية لتقديم الدعم الكامل وتوفير الأدوية الكيميائية والبيولوجية حتى يتمكن المركز من الاستمرار في عمله الإنساني بصورة مجانية وإنهاء معاناة المصابين بالسرطان. عوض صالح، لبرنامج أسبوع البلد، شبوة.